بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمناسبة فوز مدرسة الإيمان فرع البنات بالمركز الأول في مسابقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتحدي القراءة باعتبارها الأكثر تميزا من أصل 41 ألف مدرسة شاركت في المسابقة من كافة الدول العربية. وأعرب السمو عن فخره واعتزازه بهذه الإنجاز أو بهذا الإنجاز الذي رفع اسم البحرين عاليا في هذا المحفل الرفيع، مشيدا سموه بالكادر التعليمي لمدرسة الإيمان وبالطلبة المشاركين في المسابقة على جهودهم المبذولة، وهو ما تكلل في الفوز بالمركز الأول على المستوى العربي. وأكد سمو رئيس الوزراء أن هذا الفوز يأتي نتاج ما وصلت إليه الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة والجهود المبذولة في مجال تحفيز الكوادر من تميز، حاثا سموه إلى مواصلة العمل على الارتقاء بالعمل التربوي وتحفيز وتشجيع المتميزين والمبدعين.